مثل ما تشاهدون اليوم احنا بنص الشارع في منطقة جبل عمان وبالتحديد شارع الرينبو. هذا الشارع له أهمية تاريخية مهمة، مو بس فقط للعرب وللسائحين العرب بل للأجانب أيضا، لأن يحتوي العديد من المحال التجارية المميزة اللي تميز عمان قديما وحديثا. ما نريد نحرق عليكم الموضوع، خليكم ويانا راح تشاهدون تحفيات آثار مطاعم قديمة يمتد تاريخها قبل 200 سنة 300 سنة، أماكن جميلة راح تشوفوها ويانا في منطقة جبل عمان وتحديدا شارع الرينبو. خليكم ويانا. مشاهدينا الكرام، مثل ما تشوفون احنا بعدنا متواجدين في شارع الرينبو وتحديدا في جبل عمان. هسه احنا مثل ما تشوفون في محل الفضة. طبعا الفضة طبعا لها استخدامات عديدة، مو فقط محابس اساور، لا لها استخدامات كثيرة، وحقيقة انا ما ردفت بهذا الموضوع لان ما افتهم به، لهذا احنا جينا صاحب الشأن اللي راح يحكي لنا موضوع الفضة وموضوع التحفيات اللي عنده نشوفها في المحل وراح يحكي لنا عليها اكثر. خليكم ويانا. مرحبا، تعرف اسمك؟ غسان ريحاني. غسان ريحاني، هلا بيك، اهلا وسهلا. غسان، احنا اليوم نشوف اقبال كبير من الناس على موضوع الفضه، واكو هواي ناس تجهل موضوع الفضه، اصلي فضه مو اصلي، فضه مطلي ابيض، فضه مطلي ذهب. اي بالضبط. فاحنا حابين بما ان انت صاحب اختصاص تفضل ويانا هنا تحكي لنا بشكل مفصل اكثر عن موضوع الفضه، ونشوف احنا عندك ما شاء الله تحفيات قديمه من الفضه. يعني ايش قد هاي صار لها 60 70 80 90 سنه، راح نعرف منها معلومات اكثر عن طريقك. تمام حبيبي، بيش حاب تبلش ويانا اليوم؟ احنا نبلش خلينا نقول بالفضه العاديه اللي استخداماتها بالمحابس. بالضبط. هلا انا طبعا فضه عندنا منها ثلاث انواع. نعم. فعندك فضه ايطالي، وعندك تركي، وعندك اللي بيكون فيه البلدي. تمام. قبل ما نتسلسل بهن، هل بيناتهم فرق؟ هل اكو طبعا هلا احسن شيء لاحسن العيار ايطالي بيكون عيار 925 مطلي، شيء اسمه روديوم، هذا مي الذهب، مي الذهب ابيض عشان ما يروح لونها، ما يصير لونها اسود. هاي من يعني من افضل انواع الفضه. يعني احنا ثلاث ارباع بضاعتنا كلها طلع كيف كلها مطليه ذهب ابيض. يعني واعلى، وحتى العيار اللي فيها 925 من اعلى عيار فضه. اهم بعيارات حال الذهب كيف عندك مثلا 18 خراط و21 خراط نفس الشيء. مثلا هذا في مثلا في البلدي بيجي منه شوي اوطى 725، الهندي بيكون مخلوط، الهندي والتركي بيكون مخلوط نحاس مع فضه مثل سلطان الحريم الموجود هنا وفي منه برا، بيكون عياره اقل. بس الاستخدامات اليومية مثل هيك لعنا لأكثر مبيعات اللي هي الفضة الإيطالية وأحسن أنواع الفضة بتكون. اليوم المحابس أكثر شيء الناس اليوم وين تتجه المحابس؟ قبل كانت الشذرة الخضراء، الشذرة الحمراء، الشذرة هاي. اليوم ده نشوف تصاميم، أي يعني تصاميم تصير، قبل كانت الفضة تكون عبارة محبس عن هذا سادة. مزبوط. محبس هاي هسه لا، صارت في زغارف، في رسوم. في رسوم، في أحجار جديدة نازلة. نعم. شنو ممكن الأحجار؟ في عندك حجر الأونكس بسموه. نعم. بلاك مون. طبعًا. هذول كلهم جداد. هذا حجر الأونكس الأسود، هذا مش موجود معنا هنا. يعني كله لا، هذا مو بلدي. نعم. هذا مو بلدي. بلدي موجود. هلا هذا بيجي منه تقريبا من تايلاند، بيجيبوا منه من ايطاليا، عرفت كيف؟ والحجر بيجيبوه من المغرب، واكثر يعني اكثر من محلات بيجيبوا. بالضبط. هل غالي سعره؟ هو مصنعيته اغلى. نعم. اغلى. هلا الفضه سعرها واحد، عرفت كيف؟ بس هي بتختلف المصنعية على كل أنواع الفضة، عرفت كيف؟ وفي عندنا سلطانيات، هم بصراحة سلطانيات. يعني السلطان قصدك الحريم السلطان. هذا بيجي المعتق. ايه حلو هذا، بس هذا ستاتي كله صح؟ هذا ستاتي. هذا بيجي من الفضة المعتقة. عندنا إياها. هذا فضة معتقة. معتق. بيجي هم اكو اقبال عليه. هسه احنا اليوم بنشوف هلا الاقبال، اقبال الملابس صارت ترجع هلا قديمه. بالضبط. هدول كثير عليهم اقبال كمان. حتى بالذات الاجانب والسياح
والستات الكبار بيحبوا هذا الإشي، ما بيحبوا الإيطالي. نعم. الإيطالي الشباب زين، عرفت كيف؟ شباب وصبايا بكثير بيحبوا مثل هيك، عرفت كيف؟ بالضبط. أنا هو كل إشي هذا كل إشي جديد أول بأول، بس هذا يعني بحسوه إنه قديم، عرفت كيف؟ عشان هيك بيكون إقبال عليه أكثر، عرفت كيف؟ في عندك برضو حجر الأوبال. أوبال هم هذا مو بلدي طبعا، هذا حجر جديد. نعم تفضل. مثل الأزرق هذا شايفينه، شنو الاختلاف يعني؟ هو فقط كلون أو كنوع حجر؟ نوع حجر. هذا إيطالي. نعم. هدول إيطالي. في عندك برضو هدول. نعم. عرفت كيف؟ هدول من هذا الحجر الجديد، هو الأونكس مع بعض نزلوا نفس هذا. آه بس برضو هذا الستات إقبال عليه بطريقة مش معقولة، بالذات هدول هدول الناعمين، هذا كثير دارج هلا الموديل هذا. هسه غسان خلينا شويه نطلع من موضوع الفضه هذا، الشيء التقليدي اللي هي مثل ما قلنا المحابس اللي احنا نسميها الزناجيل، الاساور، مضبوط. هسه هاي تعافيات بدنا نشوفها قبالنا، يعني بدنا نشوف هنا اول شيء عصفورين هنا على شجره، على جذع، احنا جذع شجر نسميه. تمام. بدنا نشوف شمعدان، سيوف قديمه، دله قهوه. هذني مش قد تاريخن هذني، هل هن قديمات لو هماتن شلون المحابس المعتقه؟ 100% هدول عندك زي بيحكوا الفضه القديمه. نعم. هاي فضه يعني تقريبا كثير 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 قديمه، ما بدي اعطيك بالضبط سنه. نعم. بس انه يعني تفوت الفتره الطويله ونادره. نعم. ما في منها بالسوق كثير، يعني هاي يعني من اجود انواع الفضه. بعدين بعد زي ما بتشوف عندنا هذا الحجر مثلا. نعم. هذا حجر فرنسي. نعم. حجر فرنسي عليه الجذع الشجره، هذا كله فضه مع العصفورين. هذا نعم. هذا فضه وهذا فضه. نعم. ومعه برضو عصفورين منزل بمينا وذهب. حلو. عرفت كيف؟ هاي من احلى القطع. هل اليوم نشوف، طبعا هاي اكيد ثمنها غالي. ثمنها غالي مزبوط. هل اكو ناس اليوم بعدها بهذا الوعي خلينا نقول، وعندها حب انه تجمع هاي الشغلات، تعتبرها شلون مثل الانسان اليوم شلون تحط لك تحفه في المتحف؟ اليوم هاي يحطها تحفه في بيته، يقول لك هاي اريدها لفتره طويله من الزمن، لان هاي همتها تمثل لها ثروه، راح يضل سعرها بيها وراح يضل بالعكس جزء يزيد. بالضبط زي ما تفضلت، هذا سعرها اصلا راح يزيد، بس نعم. لها زباين، هاي لها زباين يعني بالضبط. نعم. بتحب يعني بتروح، يعني في عندي بيجي زبون بلف العالم. بلف بالذات الوطن العربي بضلوا. نعم. يلفوا. بيجي زبون عندي دائم بس يقول لي شو جبت قطع، انا بحب يجمع. نعم. هوايته. نعم. بروح بحطهم للبيت، لا ببيعهم ولا تجاره. نعم. بس كهوايه يعني. في رواد للامور مثل هيك. زين. اليوم تشوف اقبال الناس اكثر على الفضه القديم لو الفضه القديم العفو لو الفضه الجديد اللي شفناه؟ هلا الاقبال الناس حاليا على الفضه الجديد. الجديد. القديم له زباين. له زبون يعني حتى ما بيشتري مثل هيك، بيجي عندي بيدخل على هاد دايركت، عرفت كيف؟ في برضه مثل هيك، مثلا في عندنا المعالق والشوك والسكاكين كله قدام، كاسات الصغار، وفي برضه هون كاسات، وفي كان عندنا دلات قهوه كمان قديمه. وشمع اليوم بمحلاتنا اليوم اللي هي تمثل التاريخ القديم والجديد، خصوصا انت اليوم تواجدك بشارع الرينبو، يعني بين الماضي والحاضر شارع الرينبو هو قديم جديد. بالضبط. لازم حلو انت محافظ على هذين الشغلتين. نعم. الحمد لله. يعني في عندي مثلا انا يعني كالسياح عندنا. نعم. ما بحبوا الاشياء الجديده، بحبوا الاشياء القديمه، الاشياء التراث، الاشياء القديمه، هذول يعني اكثر شيء اخبر عليهم من السياح. اما الفضه الجديده يكون زباين المحل مش سياح، يكون زباين المحل بيشوفوا، بيجوا كل اسبوع مره، احنا كل اسبوع بننزل بضاعه جديده. يعني هو راح يجي مجرد انه شاف شغله حلوه اجى يريد شغله مثلها. بالضبط. مثل اللي يجيك هنا يعرف هاي شنو بالضبط ويعرف يقيمها اصلا 100%. يعني بتكون هي كل شيء على الوزن بعدين، هنا مش بالقطعه، كله بالوزن، بنحطها كم من جرام، بنحسب الجرام حسب القطعه شو هي، بيطلع ثمنها. احنا نحب نشكرك واسفين اخذنا من وقتك، ويعطيك الف عافيه على هذا الشيء الجميل. انت بصراحه يعني عارض تحف في محلك هذا، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ورزق. تسلم والله يعطيك العافيه بالتوفيق كمان. على راسي حبيبي.
بداية كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول السنة الجديدة، ونتمنى لكم إن شاء الله سنة سعيدة وكلها أفراح. وانت بألف خير يا رب إن شاء الله علينا وعلى كل الموجودين. بما أنه أنت اليوم محل زينة لأعياد الميلاد، حابين تحكينا اليوم أنت وجودك هنا في شارع الرينبو ومحلكم بما شاء الله أنواع زينة متعددة من هدايا عيد الميلاد، شلون شفتي إقبال الناس هاي السنة على هدايا عيد الميلاد؟ وهل الحركة بدأت من هسه لو بعد هي الناس يعني تجي قبل يومين أو ثلاثة؟ هلأ في حركة هلأ بس خفيف، يعني هلأ قبل يومين ثلاثة بتكون أقوى أكتر شوي إن شاء الله. شنو أكثر شيء الناس مقبلة عليه دائما بهدايا عيد الميلاد غير شجرة الكريسماس طبعا، شنو أكثر شيء الناس عليه إقبال؟ الزينة الكريسماس، الزينة اللي بتتعلق على الشجرة. عندك كمان يعني في عاملين تشكيل جديد السنة وعاملين ألوان معينة، يعني السنة هلأ الذهبي والأحمر عليهم طلب كتير طبعا، هالشي أكيد. أها هلأ كل لون جديد ضفتوه أنتوا إضافة على اللون الأحمر؟ هلأ في السيلفر كمان. نعم. وفي الأبيض والأحمر، يعني هدول بصراحة عليهم طلب كتير كتير. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. تسلم، هذا من سواك، أهلا وسهلا فيك، شرفت.